هسه نيجي نكمل وياكم السودان. هم هذه من ناحية المساحة، هنا الايريا هنا 612 مو هنا مليون وسبعمية وتسعة وسبعين مثلا. أكيد من الأكبر، أكيد ليبيا أكبر من ناحية المساحة. نيجي البابوليشن، ها راح يقارن ويغلط مع بابوليشن 12,681,000. هنا نشكد هنا البابوليشن 6,244,000، يعني ضعف. فهنا السودان من ناحية المساحة، العفو من ناحية البابوليشن السكان هم اللي أكبر. نيجي للكرنسي، هنا عندهم سودان باوند، الباوند السوداني. هنا عندنا ليبيان الدينار، الدينار الليبي. هنا لانجوج عربي، هنا ايضا عربي. فهنا راح يغير وشويه يعني يغلطكم، يقول لكم مثلا المساحه مات ليبيا هي 612,184 مثلا، راح يقول لكم هيك. لا، احنا نقول له غلط، تمام؟ مساحتها هاي مساحة السودان مو مساحة ليبيا. خوش ويجي من هالباب ويغلطكم. هسه نبدأ نقرأ. السودان is the third largest country in Africa. السودان هي ثالث أكبر بلد in Africa. Most of the north، أغلب the north is desert، أغلب جهة الشمال هي صحراء. But لكن there are هناك flat grasslands، أراضي عشبية. flat يعني شو نقول عليها؟ مسطحة منبسطة. أراضي عشبية flat منبسطة مسطحة، يعني عدل، أرض عدلة مستوية بدون ارتفاعات. in the center في المركز، and forest and high و forest غابات أو أشجار، and high mountains وجبال عالية. in the south في الجنوب، and west وفي جهة الغرب. two rivers نهرين، the blue nile النيل الأزرق، and white nile والنيل الأبيض. join يرتقون أو يرتبطون، at khartoum في الخرطوم اللي هي the capital، نقول العاصمة. الخرطوم هي عاصمة السودان، capital. these are هذه the country's main scores of water، هذه المصادر الرئيسية. main scores المصادر الرئيسية of water للماء. the main crops المحاصيل الرئيسية، and exports والتصدير، are cotton محاصيل الرئيسية يعتمدون عليها ويصدرونها هي الكوتون، and sugar والسكر. Sudan has one of the world's largest sugar، السودان عندها من أكبر مصانع الشكر في العالم. reference مصانع. Sudan has one of the world's largest sugar reference مصانع الشكر أو السكر الأكبر في العالم، هي تحتويها السودان. Sudan is the world's main producers، السودان هي المصدر الرئيسي في العالم. المن شي يصدرون يعني المصدر الرئيسي في العالم. of gum arabic، gum معناها تجمعنا علكة، تجمعنا لفة، تجمعنا صمغ، فهنا يقصد بها الصمغ العربي. السودان هي is the world's main producers، المنتج أو المصدر الرئيسي في العالم لمادة القم عربك للصمغ العربي. animal farming ومزارع الحيوانات، هنا animal farming مزارع الحيوانات is also important، أيضا هي مهمة هناك في السودان.